خالتو مس الخير. مس الخير وليدي. واش راكي لاباس؟ لا عليك شو الحال؟ صافا الحمد لله يا وليدي، نقولوا الحمد لله. الحمد لله يا ربي، بهاد الفرحة هادي جيت باش نعرضكم العرس إن شاء الله. مبروك عليك يا وليدي. الله يسلمك. بصح راك ماشي دير العرس؟ بيان سور ندير العرس، وراح نجيب الزرنة وراح نجيب هذيك لاشوندوز اللي تحبوها، نقلبها باش تطيح. لا على بليس يا وليدي. كورونا مازال يدور، واش بيك؟ خويا علي، العرس والحفلات هذوما مازال وقتهم. بصح ما نعيشوش خالتو. تزوج إلا حبيت. والحفلة خليها من بعد. كما راهم يديروا الناس الواعيين. زوج بلا عرس خالتو كيفاش راح ندير؟ حتى بعد تلقي اللقاح من الضروري الحفاظ على الإجراءات الوقائية، وهي غسل اليدين، التباعد الجسدي، وارتداء القناع.